السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دورة مشروع المتجر الكامل. بهذا الدرس إن شاء الله حنشوف كيف حنبني صفحة الكونتاكت أس. طبعا صفحة الكونتاكت أس ممكن نشتغل عليها بعدة طرق. في طريقة إنه الشخص مثلا بيضيف حقل، تمام؟ هذا الحقل بتكتب أنت الأمر اللي عايز طبعا تتواصل مع صاحب الأبليكيشن عشانه، تمام؟ هاي النقطة ممكن أنت تستعملها. في طريقة تانية إنه أنت والله بتضيف رقم الاتصال، بحيث لما بيضغط أي شخص على الكونتاكت أس بياخده مباشرة على الهاتف، تمام؟ عشان بيظهر له الرقم صاحب الابليكيشن أو رقم الدعم الفني اللي بيقدر من خلاله الزبون يتواصل مع الدعم الفني الموجود بالابليكيشن عموما. حنشوف نحن حناخد الطريقة الثانية، لأن الطريقة الأولى سهل أي واحد منكم يعملها، يعني ما بتوقع إنه في حد صعب يروح يبني جدول أو بقاعدة البيانات يسميه مثلا كونتاكت ويضيف التايتل والمسج، تمام؟ ببساطة والشخص اللي أرسل الرسالة. فيك تعمل هذا الشيء وتعرضها طبعا بتطبيق الأدمن الخاصة بالمتجر. هذا شيء ممكن أي واحد فيكم يعمله، كونه صرنا شارحينه ألف مرة. يعني الشيء الجديد اللي حنتعلمه كيف حنستعمل الـ URL Launcher، بحيث أنه عند الضغط على الكونتاكت أس حيفتح لي مباشرة على رقم الهاتف. في باكج اسمه URL Launcher، أنا ضايفها بالأبليكيشن عندي، تمام؟ وانا ضيفها بتاني درس او ثالث درس، انا وقتها وضحت لكم مجموعه باكيجات تضيفوها وهي وحده منهم، تمام؟ طريقه استخدامها جدا بسيطه. بالنسبه للاي او اس بنضيف دول، تمام؟ للانفو بليست ملف جدا بسيط، تاخذون كوبي بيست وتضيفون. اما بالنسبه للاندرويد فرح ناخذ نحن هدول، تمام؟ بهذا الشكل هناخذ كوبي من هون وحنروح مباشره لوين يا شباب؟ هنروح والله للاندرويد، هنروح للمينيفست مباشرة وحنضيفهم هون بهذا المكان. شايفين يا شباب الموضوع جدا بسيط. ونضيفهم طبعا بهذا الشكل. بعد ما نضيفهم اكيد نحن بحاجة انه نوقف الابليكيشن بهذا الشكل ونعمل فلتر كلين، بعدين حنعمل فلتر بوب جيت، بعدين حنقوم بتشغيل الابليكيشن. طبعا بننتظر شوية وقت لبينما ينشال من عند الباكس بهذا الشكل، بعدين بنعمل اكيد رن بهذا الشكل. وبعد ما يشتغل عندي الابليكيشن بهذا الشكل، كل اللي علي اني روح يا شباب على الباكج بهذا الشكل. وطبعا طبعا نحن ضفنا الكويري مثل ما شرحنا، وروح شوف طريقة استعمالها ببساطة. فبنلاحظ هون أمثلة حاطين لنا من ضمن رقم الهاتف مثل ما واضح قدامكم بهذا الشكل. احنا كل اللي علينا نعمله انه ناخذ هذا السطر الصغير فقط، تمام؟ بهذا الشكل حرفيا، ونروح لهون لهذا المكان. طبعا مثل ما شايفين اللانش يو ار ال تقبل بالبداية اليو ار اي، تمام؟ او اللي هو طبعا نحن نقدر نحول لهذه الصيغة. هنعمل uri.paris بهذا الشكل، وحنضيف هون ال URL أو ال string عموما عشان يكون الموضوع واضح بالنسبة لكم، تمام؟ فاللي حنعمله نحن هون نفس اللي هن موضحين لنا إياه، بحيث إنه نحن حنكتب tel بهذا الشكل، وبعدين حنضيف رقم الهاتف، أي رقم هاتف نحن عايزينه مثلا، أوكي بهذا الشكل، مثلا اي رقم. طبعا انا بضيف رقم على التعيين، خلينا نجرب الموضوع اذا حينجح ولا لا. هروح اضغط على الكونتاكت اس بهذا الشكل، فبنلاحظ فعلا مباشره فتح لي الاتصال على هذا الرقم. طبعا هي ببساطه الفكره، تمام؟ ما في شيء معقد. هلا حتى يكون الكود اللي عندنا ادق، يعني يكون افضل صراحه، ممكن هون نعمل async، تمام؟ ممكن هون نعمل await كونها هي بصراحة future، فعشان يعني نحن مثلا نعمل مثل loading صغير إذا اضطرينا. يعني إذا حابين ممكن تستعملوا async والawait لعمل loading لبينما يقوم بعملية الفتح الخاصة بالرقم الهاتف. طبعا هي العملية سريعة ما بتاخذ وقت، فما في داعي. إذا حابين يعني أنا وضحت لكم إنه هي future بالنهاية مثل ما واضح قدامكم، تمام؟ إيه تمام. بهذا الشكل نحن بنينا ملف الاتصال. طبعا انا وضحت لكم انه ملف الاتصال انت ممكن تعملوا حقل للتايتل، يعني تعملوه صفحه، هي الصفحه بتحتوي على تو تكست فورم فيلد، حقل للتايتل وحقل مثلا للبادي، وترسلوا معه ايش يا شباب؟ الاي دي الخاص باليوزر اللي طبعا عنده استفسار، عنده مشكله، عنده الى اخره، وبتعملوا بقواعد البيانات الجدول الخاص ب
الكونتاكت اس، بحيث انه ينعرض من خلال تطبيق لادمن المشاكل او من خلال رقم هاتف. خلص الشخص ضغط هون طلع له رقم الهاتف، بيتصل بيحكي مع الدعم الفني وبيطرح له المشكله. يعني هذا الشيء راجع لرغبه العميل، العميل اللي انت عم تشتغله هو شو بيفضل. يعني هذا الامر مش راجع لإلك، لا انما هو راجع للعميل اللي انت طبعا عايز تشتغل له الفكره. يعني هي ابسط طريقه، اخذنا شيء جديد. انا مش عايز اعمل تايتل وبادي واعطيك الامور، نحن صرنا اخذينها ملين منها. يعني الحل ما مش عايز كرر امور كثير بالكورس عشان ما يكون ممل الموضوع. فبتمنى يا رب الدرس يكون مفيد وعجبكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه، تفعيل الجرس لصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.